إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في العاشرة إن شاء الله نستمع إلى حديث لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، وفي العاشرة والربع يقدم الزميل رضا عبد السلام حلقة من برنامج سيرة ومسيرة، يستضيف الدكتور محمد رفيق خليل نقيب أطباء الإسكندرية. أما الآن مستمعين الكرام، فنبقى مع الأمسية الدينية، أمسية الليلة يقدمها الزميل محمد جمعة. الحمد لله الذي رفع قدر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، وأسرى به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقدمه جبريل فصلى بالأنبياء والمرسلين ليعلم به أنه الإمام الأعظم، ثم رقى إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى حتى سمع صريف الأقلام ورأى من آيات ربه الكبرى. كلمه ربه وخاطبه وثبت فؤاده وأعطاه سؤاله، فسبحانه من إله نزه نفسه بنفسه في مقام الإنباء عن الإسراء، فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد سيدي علي زين العابدين بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم هذه الأمسية الدينية. إخوة الإيمان، يقول ربنا تبارك وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. خير ما نبدأ به هذا اللقاء الطيب المبارك تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد محروس طلبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أنزل من السماء ومن ثمرات
أزواجا
الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون أحدهما أبكم لا
ما يوجهه لا يأتي بخير. هل يستوي هو كبيرا. ألا إنه التنزيل والذكر والهدى، فأكرم بتاليه وأعظم له الأجر.
وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي كانت في مستهل نقلنا لهذه الأمسية الدينية، والتي ننقلها لحضراتكم من مسجد سيدي علي زين العابدين بمدينة القاهرة. تلاها علينا القارئ الشيخ محمد محروس طلبة. إخوة الإيمان، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. إخوة الإيمان، هيا بنا نستمع إلى هذه الكلمة من الشيخ يسري عزام من علماء وزارة الأوقاف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعطران الأزهران على سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه في كل حال وآن. وإني محب لطه ومن يحب النبي فحاشا يضام، رسول كريم رؤوف رحيم عليه الصلاة وأزكى السلام. إخوة الإيمان والإسلام، إن حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، ومن جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم قوله: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. صدقت يا سيدي يا رسول الله. بين لنا صلى الله عليه وسلم أن هذه المضغة في جسد الإنسان عليها الأساس، إن صلح القلب صلح القالب، وإن فسد القلب فسد القالب، لأن القلب هو موضع نظر الرب جل وعلا. وما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه، لأنه يتغير وتعتريه أحوال. قال العلماء: والقلوب أنواعها ثلاثة: قلب سليم، وقلب مريض، وقلب ميت. عافانا الله وإياكم من أصحاب القلوب المريضة والقلوب الميتة، وسلك بنا مسالك أصحاب القلوب السليمة. ومن دعاء سيدنا الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والتسليم: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما معنى القلب السليم؟ هو الذي سلم صاحبه من الشرك والنفاق والرياء والكبر والحسد والحقد والبغضاء ومن كل أمراض القلوب. وكان من دعاء الصالحين: اللهم عصمنا من شر الفتن، وعافنا من جميع المحن، وأصلح منا ما ظهر وما بطن، ونق قلوبنا من الحقد والحسد، ولا تجعل علينا تباعة لأحد. القلب السليم له صفات
وله سمات. من صفات وسمات القلب السليم أنه سلم لله، فهو قلب مسالم. ليس في قلب صاحبه غل ولا حقد ولا حسد لأحد، وهذه لا يصل إليها إلا الكبار. قال جل وعلا: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. من صفات القلب السليم أنه وجل. قال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ما معنى وجلت؟ أي خافت، يخافون من الله ولا يخافون من أحد من خلق الله، لأن رسول الله يقول: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ويقول جل وعلا: ولمن خاف مقام ربه جنتان. هذا النوع من أنواع القلوب، وهذه الصفة من صفات القلب السليم، تنطبق على سيدنا الصديق الأكبر، تنطبق على خليفة المسلمين الأول، على سيدنا أبي بكر الصديق رضوان الله عليه. يقول النبي: أبو بكر في الجنة رجل من أمتي ينادى عليه من كل أبواب الجنة، وأرجو أن تكون أنت هو يا أبا بكر. يقول الله في حقه: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. ومع كل هذا يقول الصديق: لا آمن مكر الله ولو كانت إحدى قدماي في الجنة. لأن من خاف من الله ورجي الله جل وعلا وطمع في رحمات الله فإن الله ينجيه في الدنيا والآخرة. أطع الإله مثل ما أمر الله وإياك وما به النفس توحي، وأدم ذكره على كل حال، إن ذكره طريق الفتوح، لذة الذكر لو وقفت عليها، قلت من لي بها بأهلي وروحي، من تجلى له الإله بوصل قال عني أيا دنية روحي. إن أردت أن تكون من أصحاب القلوب السليمة فأكثر من ذكر الله ومن الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. سلك الله بنا مسالك أهل الاستقامة، وجعلنا في معية المظلل بالغمامة. اللهم اجمعنا مع سيدنا رسول الله في الجنة، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. يا من إذا وعد وفى وإذا أوعد عفا، ارحم يا مولانا من هفى وجفى، وشفع فينا الحبيب المصطفى، واجعلنا ممن صفى ووفى وبالله اكتفى. ورضي الله عن سيدي علي زين العابدين، ورضي الله عن كل أهل البيت، وجمعنا بهم دنيا وأخرى يقظة ومناما. اللهم آمين. وصلى الله على سيدنا محمد بدءا وختاما، وشكر الله لكم حسن استماعكم. وهكذا إخوة الإيمان، فقد استمعنا إلى هذه الكلمة من الشيخ يسري عزام من علماء وزارة الأوقاف، والتي كانت ضمن فقرات هذه الأمسية الدينية، والتي ننقلها لكم من مسجد سيدي علي زين العابدين بمدينة القاهرة.
إخوة الإيمان، هيا بنا نستمع إلى هذه الابتهالات والمدائح النبوية من المبتهل الشيخ إبراهيم راشد. يا راحلين إلى النبي.
السلام على صفي الدين لولا السجود لغير ربي حرمة لسجدت للمختار عند حنيني. يا ذاهبين إلى النبي وصيتي لا تذهبوا صوب المدينة دوني، يا ليلة فيها الفؤاد تعلقا بمحمد خير الخلائق مطلقا. نور الفؤاد ونور ربي في الورى سيدنا النبي، نور الفؤاد ونور ربي في الورى بالمصطفى بين الأنام تحققا. صلى عليه الله في آياته والتابعين لآله ولصحبه. حبيبي يا سيدنا النبي، يا صاحبا للخير عند لقائه ومشفعا للخلق عند حسابه، يا صاحبا للخير عند لقائه ومشفعا للخلق عند حسابه. يا رب صل على الحبيب، يا رب صل على الحبيب وآله. أنت المجيب، أنت المجيب لمن دعا سيدي يا رسول الله. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قل للذي يرتجي في الخلق رفعته سبح بحمد الذي أولاك منته، واسأله بالمصطفى ترزق شفاعته، فهو الذي ربه سماه رحمته. فاهنأ بما نلت يا من جئت ساحته. لن يخذل الله
سبح بحمد الذي أولاك من ناته واسأله بالمصطفى ترزق شفاء اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله بأبي وأمي أنت يا خير الورى وصلاة ربي والسلام معطرا لك يا رسول الله صدق محبة وبفيضها شهد اللسان وعبرا لك يا رسول الله صدق محبة لا تنتهي أبدا ولن تتغيرا. وهكذا إخوة الإيمان بهذه الابتهالات والمدائح النبوية نصل بحضراتكم إلى ختام فقرات هذه الأمسية الدينية والتي نقلناها لكم من مسجد سيدي علي زين العابدين بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان في الختام تقبلوا تحيات الزميل أيمن كبارة من الهندسة الإذاعية وهذه تحيات محمد جمعة من أسرة المذيعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.